كما كتشوفوا الاخوان، هنا احتفال يوم عيد الاستقلال التركي. كنشوفوا هذه المناظر يعني الرائعه الجميله جدا اللي كترمز للحضاره التركيه. حقيقه ملي كتشوف مثل هذه المناظر ومثل هذه المشاهد ديال اللحمه الوطنيه والقوميه، مشاهد جميله جدا، مشاهد رائعه. يعني الناس مقصرين عادي فيهم عيد الاستقلال. بغيت انا هاد لا فيديو تبارطاجيوه يوصل لاخ النوش والحكومه ديال اخ النوش، ويوصل لهذوك اللي كيقول لك الكمامه وجا وسط القيح والكمامه 6000. هانتوما كتشوفوا الشعب التركي برقيه وحضارته وتاريخه والحضاره العثمانيه، شوف كيف يحتفلون. ما كاينش اللي يقول لك لا جا وسط القيح، وما كاينش اللي يقول لك دير الكمامه ولا ما ديرهاش، شي دايرها شي ما دايرهاش. كما كتشوفوا الشعب راقي جدا صراحه، ما كاينش قيود، حريه كبيره. يعني هذا ماشي مظهر من مظهر احتجاجات اللي كنشوفوا على جواز التلقيح. نتوما تشوفوا المخزن حاضر، كلشي حاضر، اطفال كبار رجال شيوخ امهات، كل خرج ليحتفل بعيد النصر التركي. والصراحه الاتراك يقدسون ويمجدون اعيادهم وزعماءهم، وهذه اشياء اعتاد عليها الاتراك تاريخيا. كما كنشوفوا احتفالات كبيره وبهيجه، الافلام، صور، كل فرحان الكل سعيد، والامن يتواجد لا لقمع المحتفلين كما يحدث عندنا، ولكن لحمايتهم ويحتفل معهم ايضا. شوفوا الوطنيه كيفاش دايره، الوطنيه الحقيقيه ماشي، ما دايرش الكمامه 6000، ما تدخلش قهوه جواز التلقيح. هاد المصيبه كيحاول يحرك السيكيريتي. كما كتشوفوا كلشي فرحان، كلشي ناشط، كلشي هو هذاك، عائلات اطفال كبار شيوخ، ما تخاف لا يجريسك حد، لا يضربك حد، لا يهضر معك حد. شوفوا تبارك الله، هذه ساحه ميدان إسينيورت ممتلئه عن اخرها عن اخرها. كما كنشوفوا الساحة ممتلئة والميدان ممتلئ، يعني كاين زحام وكاين نظام في نفس الوقت. شوفوا الافلام كأنها مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. يعني هذه ماشي جماهير كرة القدم، هذه جماهير الوطنية والانتماء للوطن. الكل يشارك في عيد النصر وتخليد هذه الذكرى، الكل بهيج، الكل مفتخر، الكل فرحان. ما كاينش واحد غادي يديرونجيك، غادي يهزك ستافيت على الكمامه، ولا غادي يدير لك شي مشكل، ولا غايقول لك لا ما تجيش نتايا، ما تحتفلش معنا، ما عندك جواز تلقيح. فالكل سواسيه، كالملقحين او غير الملقحين، الكل هنا سواسيه. شوفوا هذه اللحظه اللي كيسمعوا فيها النشيد التركي. أغنية عيد النصر. شوفوا التفاعل كيفاش داير، لا أحد يتحرك، كل جامد. شوف كيف يرددون الأهازيج، ما شاء الله. يعني هذا ما يتميز به الشعب التركي على باقي الشعوب، أنه يوفر الحرية، الحرية الكاملة لشعبه، يوفر له الرفاهية للشعب التركي، ويوفر له أهم شيء اللي هو كما قلنا الحرية، حرية التنقل بكل حرية، اللقاح اختياري، ولا يطالبون بجواز اللقاح لحد الساعة، واللقاح اختياري رغم أن تركيا فيها جميع الجنسيات والأجناس. مازال غنصور لكم إن شاء الله المكان اللي كيدار فيه اللقاح، وغتشوفوا الناس باقيين كيجيو عن اختيار، ما جايبين هنا مخزنيه لا عسكر لا بوليس، جايين بخاطرهم يتلقحوا، لان هذا الشعب واعي بزاف، يكفي تكلم معاه. اللي مقتنع باللقاح كيديروا، اللي ما مقتنعش ما يديروش، حياته هذيك. المهم الحريه الكامله
كما كتشوفوا الساحة ميدان إسنيورت ممتلئة عن آخرها عن آخرها، والناس مخلطة، عرب، أتراك، من جميع الجنسيات. شوفوا المنظر، منظر جميل جدا صراحة. نهاية الفيديو، إلى اللقاء، نخليكم مع وصلة موسيقية مع الفنان حكيم. إسطنبول إديسيون بريزونت شاب حكيم. تعطي الخواطر تعير الأورغانيز ديالنا بدر خويا ميمون الكاميرا مان. عليك اخويا يسألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها الى راهي مقبولة ولا مهنية ولا مازالت تجبد عليا ولا خلاص راهي يا ما تحكولاش واش صاري فيا ملي نبكي ملي نتوحشا باش الى ولات نسيت غادي تبغيني سي با باس بجفي يا قلبي سألوني عليها يجيبوا لي اخبارها لا راهي مغبولة ولا مهنية ولا مازالها تجبد عليا تجبد عليا ولا خلاص راهي يا ما تحكولاش واش راه صاري فيا كي نتوحشا باش الا وليت نسيت غادي تبغيني في فارس مازال عشقك في البال ننساك محال اللي نسيتيها ويلا طورت العمر حيكلت الاقدار مالكاش نهار جيت تقسي علينا حياتي بلا بيك غبينا العيشة مرة ميزية تقولي ربي خلقك غيتي يا غيتي يا نسيتيني اللي مشيت عليا حياتك مازال فيا بطعمي ولا غدلو الليلية